كاين ناس كيعجبهم يشوفوك بوحدك وكتسخسخ، وي وي هذه الطبيعه ديال الانسان. ولكن عندي متابعات زوينين اللي قالوا لي نرجس حنا فرحنا ملي شفناك في المغرب حيت شفناك ملمومه مع عائلتك وداك الشيء. ناري واقيلا كنبان لي راسي ماشي انا. ناري جاني وجهي في شي شكل واش هبطت هادي بزاف. دابا دابا شي شويه انا لا والو والله ما انا والله تكيبان لي ماشي انا. المهم هادي راه انا ولكن هي راه ماشي انا. ثالثا خص نورمال نكونوا ثلاثه الحاجات ولا جوج. ثالثا عندي فنه عندي فنه هادي ثالثا زوينه. اش غنقول لكم صراحه تخنقت في الدار واحد الخنقه ما يمكنش تخيلوها. اليوم الاثنين جايه لكم بترتيب ديال الفيديوهات. اليوم الاثنين وانا فريمون تخنقت وصبحت الصباح كله انا كنبكي. وانقول لكم واحد الحاجه، شوفوا ما كاينش فوق الارض اجمل من الحريه. الحريه عاد كتجي من موراها الفلوس، عاد كتجي من موراها شحال من حاجه. ما عرفتش المرض واش حتى الصحه، الصراحه الحريه والصحه شحال من حاجه. المهم اللي بغيت نقول لكم صحابي هو اننا دابا انا كما كتعرفوا ساكنه في 3 ايطاج وما عنديش لا كليم. كاينه البالكون كيدخل شويه ديال الهواء وي والشارجم حتى هو وداكشي، ولكن راه الموت ديال الصهد فريمون الموت الصهد في النمس كاينه بقات فيا. بان نكمل هاد جوج كلمات. اللي بغيت نقول لكم هو اليوم جالسه ما بيا ما عليا ويجيني واحد لابيل. جاني هذاك لابيل، هزيت السماعه سيداتي وسادتي سماعه الهاتف و درت اوكي جاوبت قلت الو اسكو سي مدام نرجس الحلا؟ قلت لها وي. قالت لي معاك سونتي بوبليك؟ قلت لها مرحبا يا لالا يا خويتي مرحبا شنو بغيتي؟ وهي تقول لي قلت لها ياك اختي ديكلاراسيون ديال شاك جوغ كنديرهم شنو بغيتي؟ قالت لي لا 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 والو اختي ماشي داكشي كاع علاش معيطه لك. قالت لي فيكم الصهد انت وبنتك؟ قلت لها فينا الصهد فينا الصهد انا وبنتي غنموتو بالصهد. وهي تقول لي عندك الحق تخرجي خرجي خرجي اختي نرجس خرجي. قالت لي خرجي 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 وخرجي بنتك. قلت لها راه يلاه 7 ايام اليوم. قالت لي سي با غاف خرجي. قالت لي عندك الحق تخرجي حيت الصهد بزاف ما يمكنش يخليوني محبوسه. من هذا المنبر كنقول لك شكرا اخيتي الله يحفظك الستر والله يحفظك. ما عرفت واش سميتك كارولين ستيفاني ما عرفت شنو سميتك. المهم شكرا ليك بزاف 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 حيت خليتيني نخرج. وخد لي لينا فريد وعيطوا لي ولا هذا ولا حيت كيتبعوا بالتليفون فين كنتي حيت على حساب لابليكاسيون. قالت لي نو ماشي مشكل، هذه زعما مكالمه اوفيسيال. دونك انا اليوم سوف اخرج غنخرجوا بنتي غنخرجوا. شو مسكينه عرقانه شو غنخرجوا الحبيبه غنخرجوا وحي واش ضربت واحد تدويشه خفيفه ظريفه وهذا ودابا غندوش البنوته ديالي حتى هي ونبدل لها ونلبسوا اللوينات وغنخرجوا. قالت لي خدي الحذر ديالك ولا ديستانس ولا ماسك وصافي. ملي تكوني في الماسك الا كان قريب لك شي واحد وصافي. قلت لها شكرا بزاف عرفتي وبديت كنبكي وحق الله مي دابا عمرت بالطاقه الايجابيه. يلا نخرجوا يلا نخرجوا خرجوا ماما. بنتي كندير لها كتبدا تمن الضحك حب بنتي. يلا هو معايا غندوش لبنتي غنبدل لها وانا معكم. هذه لاغوب اللي غتلبس فنا ماشي لاغوب المهم بحال مونو هي عندها من هنا الطريطيقات وغنلبس لها معاها هاد الطريب. شوش كدير شوش كدير؟ يلا نودي دوشي نودي دوشي نودي دوشي جدام. يلا حبيبي ندوشي ندوشي ماما ندوشي الكبدة يا زينة نفسها سهلة يا ماما يا حبيبي يا كبيرة. عرفتوا انا دوشت ولبست الحوايج ايوا وملي ساليت وكنشوف فيها وبدات كتبكي وكتغوت شافتني قبل لا نخرج ونخليها. واش انا عمري خرجت وخليتك؟ يلا ندوش ماما يلا ماما ديالي يلا حبيبي يلا ندوش. غنخرج دابا شعري غسلته درت له شي شويه ديال السيروم ديال دعاء كوزميتيك
راه كندوي لكم عليه في انستغرام. غنوريكم نيشان حيت عندي تمارا ما يمكنليش نصور هذا او ميم طون. غنوريكم نيشان في البارك باش تشوفوني حتى شنو لبست الفناتي. لبست واحد اللوينات حيت مسكينه باقا ما خرجنا ما والو وقنطانه. لبست واحد اللوينات وفرحت بها ودرت لها بارفان ودرت لها اللعيبات ديالها. الله غنخرجوا يلا بقاو معايا. شوفوا انا عندي لكم بحال هيدا عندي حيد يدي غتلقاوني في البارك. يلا واحد جوج ثلاثه احنا وصلنا للبارك. حيت الماسك حيت بوحدي فريمون هادي دازت من حدايا ما كاين حتى شي واحد في هذا القنت هذا اللي انا جالسه فيه. معايا فنة بطبيعتي الحال عرفتو كتبرد مع راسها وحق الله. زعما عجبني الحال حيت خرجت تنفست ما كاين ما احسن من الهواء الطلق من الاكسجين من الخنقه ديال الدار. عرفتوا راه انا تزيرت بزاف فريمون البارح في الليل والله الا جاتني البكيه ولكن قلت ماشي مشكله نصبر بحق اليوم. فرحوني صراحه هاد لابوسيت هادي اللي كنت مخليها انا في الدار كتصلاح لهاد البلانات هادو ديال باخ كليبات. شعري خصو يطول شويه باش يبدا يتجمع راه غادي كيتقاد الصراحه. عرفتوا باقا عاقله في الاول فاش كنت يلاه ولدت صورت الرجلين ديال فنه وقالوا لي رجلك كبار ولكن انا حيت صورت رجل بوحديتها ستيتوي رجلتها مره مسكينه حتى شي حاجه ما كتجي قدها نهائيا. غنوريكم لا بوسيت كي جات. هاي فنفونه شتو زوينه احسن من الاخرى بالنسبه للخروج هكا هذا زعما البارك ولا شي حاجه زوينه. دابا نجلسو نقدر نرضعها نقدر ناكل واحد التفاحه وبنانه جبتها. المهم احنا نشوف شنو ندير. حسيت براسي صراحه بحال حييت من دو جديد. تحرك واحد شويه ديال الريح ولكن ماشي مشكل. المهم منعش حسن من الصهد ديال الدار. دابا لقيتوني فنه بدات كيجيها النعاس طيت رضعات في البارك ولكن ماشي مشكل حيت جبت معايا باش نغطيها. دابا غطيتها وصافي. دابا غنمشي في اتجاه المنزل. شوفوا الخضوره وشوفوا الحياه وحق الله تا صراحه اللي كيعجبني في كندا هو انا هو الطبيعه. الطبيعة كتعجبني فيها بزاف. ان شاء الله غنصوروا بزاف ديال الفيديوهات. دابا حنا غادي للدار نوصلوا نديروا شي غوتي زوين مغربي. يا لالا تشهيت شي كاس داتاي سانك سانك. الصراحه صورت شي لعبات بالجو برو فرحت حيت عطيت فرصه اخرى للجو برو عاوتاني حيت ملي ترست لي كاميرتي تلفت. سبحان الله كنعيا نعطي فرصه لهاد البوسات كنعيا نعطيها الفرص ولكن الفرص ديالها خايبين. هانتوما شوفوا 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 ها هي ها هي تبغي تطيح لي من هنايا. هو راه كنجي ندورها خصني نهز وخصني رافع الاثقال باش نبقى انا غاده مع هاد لابوسيت هادي. والله العلي العظيم تكتكرفصني التكرفصه ديال الكلاب. ودابا خصني ضروري الحمد لله اللي الاخرى جبتها معايا. دابا عندي جوج ديال لي بوسيت دو. دابا وحده كلشي لهذا كلشي على هاد الرجيلات. يا لالا حشمي حشمي باكي يشوف لا فيديو ويقول لي قسم عليا البنت رجليها
حشمي العيلة، حشمي العينين الحمار وبنيسات يا لالا. ايوا انا وصلت للباب ديال الدار، شوفوا عرفتوا كاين لتحت هاد، نقول لكم هانا ماما، هانا ماما فيها المود ديال الناس. هذاك البالكون الفوق هاني ساكنه فيه الكونسيارج، البالكون اللي تحت منه ساكنه فيه صاحبتها، هما بجوج بهم كبار، عندهم واقيلا شي 80 عام ولا كبار، فريمون كبار. ايوا قالوا لي في غدا ياك انتي 40 عام، قلت لهم اه ولكن راه، قالوا لي ها شنو كاين وشنو كاين، وما كيسمعوش، كيبقاو يقولوا لي وا كومون نطلع بنتي وانا معاكم. فيما تشوفوني وصلت للباب ديال الدار وغنطلع، عرفوني انني عن تكرفس، فهمتوا؟ صافي دونك بلا ما نبقى نقول لكم ناري شحال تكرفس وانا مطا ورا كنت كرفس. جا واحد جاري، المهم انا جارها لابوسيت مطلعها، حيت هاد لابوسيت هادي كبيره دونك بقيت مطلعها درجه بدرجه هكا كندير لها ها وثاني ها. المهم تخيلوا معايا 3 ايطاج. ايوا وواحد جاري طالع كان يدخل دارو ويشوفني ويقول لي واش محتاجه زعما المساعده، قلت له اه عافاك صافي. هو يجي يهزها معايا وغاد انا طالعه على نيتي، وهي تخرج مراته ودارت سرت تبعاته. قلت له خاطر بقيت كنشوف، قلت زعما راه معاوني على البوسات صاحبتي، شنو سحب لك؟ ما فهمتش والله ما فهمت، ومخنزره عادش هذه الجنسيه ديالهم شنو. المهم كيبان بحال عندهم واحد العرق شويه لاتينو، من الله اعلم. صافي قلت لها بونجور، بقات كتفرنس ومشات بحال رضعتها مسكينه نسات. ودابا انا لقيتوني صابت هاد الساندويتش ديال البيض وفرماج والزعتر مع المهم خلوطه جلوطه، ما عنديش النعناع وما كنقدرش ندخل للحوانت حيت كما قلت لكم عندي الحق نخرج غير الجرادي، قطعت شويه ديال الربيع درت به النعناع اتاي. المهم ناكل هذا ومن بعد ندير واحد الماسك، وملي نكون كندير واحد الماسك غنهضر معكم في واحد السوجي اللي هو مهم جدا جدا جدا. وجي راه ممسوح، راه هاد العكر هذا ما كيبغيش يتحيد، خليه ماشي مشكل سي با غراف. هاد الماسك هذا اللي غندير هو كناخذو من امازون ديال الكركم، الكركم الخرقوم دوماج الصراحه ما كاينش في يوم نختي عرفتي هاد العيبه ديال الماسك كتجيب احساس بالموت. عام لاحظت انه بزاف ديال الناس اش كيقولوا، كيقولوا بانني كنت تافهه في المغرب اولا. المهم فيديوهات ديال كندا احسن من فيديوهات ديال المغرب وداك الشيء، هذا رايي زعما يحترم، ولكن اللي لا يحترم هو التقييم الخاطئ، فهمتي؟ سورتو اللي احكام القيمه اللي هما التفاهه العياقه شي حاجه بحال هكا. اولا انا واعوذ بالله من قوله انا اللي معروف عليا في جميع، خليه الصوره اللي كياخذوها الناس هكا غير الصوره وصافي، اللي كيتلاقاني صحابي الناس اللي كيعرفوني انني زيرو عياقه، ما كنعرفش ندير العياقه والله. بعض المرات كاين شي ناس خصك دير معاهم العياقه، ولكن والله خوتي ما كنعرف نديرها، ما كنعرفش حتى. بعض المرات كيبقاو يسحب للناس انني انا كيش نقول لكم بحال انا كنمثل، وهي راه انا دايره بحال هكاك، انا ما فيش العياقه. فيديوهات ديال المغرب علاش الناس بزاف ديال الناس ما عجبوهمش؟ اولا انا نعطيكم جميع الاجوبه، ويلي كي وليت بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حيت كاين بزاف ديال الناس كيعجبهم يشوفوا بلادات الناس، ما كيعجبهمش يشوفوا المغرب، كيعجبو يشوفوا بلدان اخرى، المغرب طلع لهم في راسو. ثاني حاجه وهذا من حقهم، ثاني حاجه كاين الناس عاوتاني اللي كيعجبهم يشوفوك بوحدك وكتسخسخ، وي وي هذه الطبيعه ديال الانسان. ولكن عندي متابعات زوينين اللي قالوا لي نرجس حنا فرحنا ملي شفناك في المغرب حيت شفناك ملمومه مع عائلتك وداك الشيء، هادشي كله زوين. وكاين ناس وحدين اخرين اللي انا الصراحه حسوا بيا كذبت عليهم ولا شي حاجه حيت ما وريتهمش شحال من حاجه، ولكن هذاك الشيء ماشي بيدي والله، ماشي بيدي، حيت انا عارفه راسي كون كنت مشيت توريت هذاك الشيء اللي كتسولوا عليه نتوما ديما راه لاشين ديالي عطلع. ولكن حتى شي واحد ما كيكره ان لاشين ديالو طلع، ولكن الظروف بارفوا كتحتم عليك شي حوايج ما ديرهمش،
ناري واش انا درت الماسك وخليت حجبان، ولكن حجباني واخا يبقاو متراسين سي با غاف. المهم هو ان الوجه يكون نقي. اللي بغيت نقول لكم هي واحد الحاجه مهمه، وتيقوني الله يرحم لكم بها الوالدين، حيت ما عنديش علاش نكذب عليكم. في المغرب انا اصلا ما كنتش مرتاحه وانا كندير الفيديوهات، ناري وجهي جاني في شي شكل، واش هادي انا ناري. المهم ديباني، اول حاجه ما كنتش مرتاحه وانا كندير الفيديوهات. علاش؟ حيت كان خصني ما نصورش بزاف ديال الناس معايا، ما خصهمش يبانوا. ثاني حاجه ما خصنيش شحال من حاجه ما عارفاش كيفاش نصورها، وانا كنحيي الناس اللي كيبغيوني الان، هذوك الناس اللي كانوا كيحسوا بيا وما كيحرجونيش. هادو ناري واقيلا كنبان لي راسي ماشي انا. ناري جاني وجهي فشي شكل، واش هبطت هادي بزاف؟ ويلي وحدي. دابا دابا شي شويه انا لا والو، والله ما انا شنو غندير، والله حتى كيبان لي ماشي انا. المهم هذه راه انا، ولكن هي راه ماشي انا. انا كيعجبوني الناس اللي رحيمين، فهمتي؟ ما كيجرحوكش، ما كيجرحوكش حتى بالسؤال بارفوا ما كي. المهم الحمد لله على كل حال، دابا انا هنايا غنولي نسافر عاوتاني للمغرب، ولكن هذا السفر هذا يكون بطريقه اخرى، يعني غتشوفوا كل شيء وغتعرفوا كل شيء وغتعيشوا معايا داك الشيء كما هو. ظروفي اقوى مني، وخصكم تكونوا رحيمين بالظروف ديال الناس. فنه تقادي بنتي تقادي. المهم انا خليت هاد العيبه هادي في وجهي تقريبا 20 دقيقه، هو ماسك ديال الكركم كما شفتوه. غنخلي هاد العيبه هادي في وجهي 20 دقيقه، ومن بعد نمشي نغسلها لو طون اللي نقاد شي حاجه هكا في الدار. ثاني حاجه فرحت بزاف حيت كندا اليوم دارت فيا خير، شكرا سونتي بوبليك. انا واحد السيده مرضيه، اولا ما خلصتش فلوس لوطيل، ثانيا ما جلستش في الكارونتين 14 يوم، ثالثا خص نورمال نكونو ثلاثة الحاجات ولا عجوج، ثالثا عندي فنة هادي ثالثا زوينة. عرفتو هاديك البنت اللي كتقول إن كانت مي مو قلب أسود؟ فنة فقط ما فقط. المهم صحابي نخليكم دابا ونتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غيجي فيه اشيل. الفيديو الجاي غيجي فيه ان شاء الله اشيل، وغتشوفوا اشيل معايا وتشوفوا لا رياكسيون ديالو وديالي، راه يقدر ما يعقلش عليا الله اعلم. المهم ديك الساعه حنا نشوفوا شنو غيدير، انا بصراحه متشوقه بزاف نشوفه. والحمد لله غدا ان شاء الله راجل فاتحه ما يكونش خدام، دونك يقدر يجيبوا لي، وانا فرحانه بزاف حيت نشوفه. دابا خصني نسكت باش هادشي هذا يبس، باش ما نديرش شي كارثه. اي لاف يو سو ماتش، الله يخليكم ليا والله يخليني ليكم، الله يخلينا لبعضياتنا والله يحفظنا من العين ديال بنادم. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، باي باي.